مدينة العتيقة بالعاصمة تونس وفي شارع يشتهر بالمحل التي تعد حلوى المقروض التونسية والتي يعود أصلها إلى محافظة القيروان. سنتعرف معا على هذه الحلوى ومكوناتها وما يميزها. المكونات نتاعو سميد فارينة، معناها هذوما لي باز، تخلط السميد والفارينة ومن بعد تحط لهم الزيت. تحط كيلو سميد عليه رطل الفارينة، ما يلزمش تكون فيه برشا زيت باش تخرج لك الكعبة طرية، ومن بعد تصب لها الماء، ومن بعد الماء تخلط باش تولي عجينة، تخليها ترتاح معناها 2-3 مينوت وتحلها وتحط لها التمر، التمر معجون. تبدا تخدمها دو تيل سورت يبداو فتيله وتخدم خدمتك. يا مقروض صغير يا مقروض كبير، والحشو تغير معناها، فما اللي نخدموه باللوز، فما اللي نخدموه بالفواكه الجافه، وفما اللي بالتمر، التمر بدون فوحوه. عندنا التمر على انواعه في تونس، ولكن الاكثريه التمر شغلناه في المقروض اللي قعد لنا، مقروضنا الاصيل. تقول مقروض تقول تونس. المقروض يقعد ديما الحلو نتاع الشعب التونسي الاصيل اللي مثلنا اصلتنا في الحلويات التونسيه. مريم عثمان، تونس، الميادين.